والآن نتوقف مع أهم أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة. أخبار الاقتصاد مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا نهبة حسين، شكرا ريهام الديب، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية والتي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل. هذا وأشار وزير التجارة خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى أهمية تعزيز جهود تنمية وتطوير المنطقة باعتبارها وجهة استثمارية متميزة ومحورا تجاريا وصناعيا ولوجستيا عالميا. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية التوصل لحلول أكثر استدامة بالتعاون مع الوزارة لتسهيل نفاذ منتجات المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسوق المحلية. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمشاريع الطاقة النظيفة. جاء ذلك خلال تدشين وزير الكهرباء مشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقدر ب 10 جيجا وات في الساعة سنويا في أحد المصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 1,300,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,122 نقطة مرتفعا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10,132 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2,209 نقاط مرتفعا بنسبة 32% ليغلق عند مستوى 2,216 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3,163 نقطة مرتفعا بنسبة 34% ليغلق عند مستوى 3,174 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19.18 جنيه للشراء و 19.25 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19.20 جنيه للشراء و 19.29 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22.43 جنيه للشراء و 22.53 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.22 جنيه للشراء و 5.24 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.10 جنيه للشراء و 5.12 جنيه للبيع. في أسواق المعادن، النفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1,732 دولارا للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 931 جنيه. أما بالنسبة لعيار 21 وصل سعره إلى 1,087 جنيه. بالنسبة لسعر عيار الذهب 24 وصل سعره إلى 1,243 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8,696 جنيه. أنهت معظم أسواق الأسهم في الخليج تعاملاتها على انخفاض بعد تراجع حاد في أسعار النفط ومخاوف من ركود عالمي محتمل. تراجع المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.6%، كما انخفض مؤشر الأسهم في قطر بنسبة 0.1%، وفي أبو ظبي أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم دون تغيير، في حين خالف مؤشر دبي الاتجاه ليغلق مرتفعا بنسبة 0.8%.
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة بعد جلستين من الخسائر بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار أكبر من المتوقع. دفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2%، كما صعد المؤشر ستاندرد أند بوز 500 بنحو 26%، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 63%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية